عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أحييكم في حلقة جديدة من برنامج نبضات شبابية. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، حلقة مميزة وخاصة جدا من نبضات شبابية في هذا اليوم. نبضاتنا اليوم ستخفض نحو حفل الأوسكار لهذا العام. طبعا الرغدة الشباب اليمني اليوم يحقق إنجاز كبير جدا، يقفز باليمن إلى العالمية. طبعا لأول مرة في تاريخ اليمن يرشح فيلم يمني للحصول على جائزة الأوسكار. بالضبط، الشباب اليمني أثبت جدارته اليوم بالرغم من عدم وجود إمكانيات مهولة، بالرغم من عدم وجود دور سينما، إلا أنه شباب يمني استطاع أن ينافس في جائزة كبيرة مثل الأوسكار. طبعا فقط للتنويه، الفيلم اليمني هو الفيلم العربي الوحيد المرشح ضمن قائمة الأفلام الوثائقية القصيرة كعربي، فيلم عربي وحيد، يعني إنجاز ضخم جدا نفخر به، إلى جانب 4 أفلام أخرى عالمية. كمان مش ملاحظ يا عمر إنه اليمن ظاهرة وبقوة هذه السنة في الأوسكار، لأنه حتى في قائمة الأفلام الوثائقية الطويلة معنا فيلم ديرتي وورز أو حروب قذرة للصحفي الأمريكي جيرمي سكاي هيل. جيرمي تكلم في فيلمه على الهجمات الأمريكية ضد اليمن والعراق وأفغانستان. طبعا لفتة قوية، وأيضا عمل آخر يحسب للسينما اليمنية والمشاهد التي تتكلم عن اليمن. نتابع الآن جزء من المشاهد الخاصة باليمن في هذا الفيلم. المواعيتو والبوش بشر مندقة والأطفال اللي هم بجاريح 46 بما 5 حريم يحملين في بطونهن أجنة، معناته بيقول لك نحن كلنا قاعدة، ما دام الأطفال قاعدة نحن قاعدة، إيش في؟ ما دام الأطفال إرهاب معناته إحنا كلنا إرهابيين. الساعة 6:00 الصبح أنا كل النايم وكنا نجلسين جلسين ولعجين لخمس. هذا سواري حقتنا هكذا جت ساكته بدون كلام، ما غرحت فينا والغابت انا كل واحد تو انتدى. وعيالي وبنتي وزاقي وعيالي كلهم انتهوا، ما بغيت الا انا وهذا وابوه وهذا الشاب وهذا البنت. ضربنا سواري وراغي وراغي وهذا امي The echoes of Gardez were everywhere. So many of the details repeating themselves. But there was one important difference. In Gardez, the American soldiers went to obscene. شيء مؤسف أن حضور اليمن في الأوسكار يتجسد في نقل الحالات الإنسانية المؤسفة، ولكن هذا لا يمنع أن نحن نفتخر أن معاناتنا هذه كانت جزء من الإبداع اللي وصلنا لهذا الحفل. التطرق فقط لمثل هذه القضايا لإيصالها للرأي العام بحد ذاته إنجاز. طبعا بين يدي رغدة ظهور لليمن أيضا في حفل الأوسكار، وإنما بطريقة مغايرة في فيلم كابتن فيليبس، حيث أن البطل طبعا الصومالي برخارد عبدي كان عايش في اليمن. فان عايش كان في اليمن. عبدي ممثل صومالي مرشح عن جائزة أحسن ممثل مساعد. هو فعلا زي ما قلت صومالي، كان عايش في اليمن من عمره 7 سنوات إلى 14 سنة، ثم انتقل إلى أمريكا. طبعا أنا ممكن أني أجزم في هذا الموضوع أنه حتى لو كان موجود في اليمن حيوصل للأوسكار، لأنه خلاص الشباب اليمني وصل للأوسكار، يعني بحد ذاته إنجاز وأصبح الشيء مش مستحيل إطلاقا. This is Mask Alabama. We are an unarmed freighter. We have 2 skiffs approaching with armed intruders. Potential piracy situation. Copy Alabama. You should alert your crew and get your fire hoses ready. Yeah, is that it? Chances are it's just fishermen. They're not here to fish. This is not a drill. This is a real world situation. Can't let him attach that ladder. 430 degrees.
Listen up. We have been boarded by armed pirates. If they find you, remember, you know the ship. They don't. Stick together. It will be all right. Everything gonna be okay. Look at me. Sure. Look at me. Sure. I'm the captain now. تابعتي بصراحة فيلم جدا قوي ويوصل رسالة مهمة جدا. الآن سنتحدث عن عالم السينما وخصوصا عن الفيلم اليمني الذي وصل للأوسكار مع المخرج الرائع عبد الرحمن السماوي، كاتب ومخرج سينمائي أيضا. نرحب. أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا. شرف برنامجنا. أهلا وسهلا. نظراتك الشبابية كيف؟ كويس. روح شبابيه لمئات سنه قادمه يا ان شاء الله. استاذ عبد الرحمن، نبدا نسالك حول الفيلم اليمني اللي ليس للكرامه قدران. شفت الفيلم انت؟ طبعا طبعا طبعا. كلمنا عليه. قبل عامين تقريبا انا سمعت عن فيلم عرض في بيروت اسمه ليس للكرامه قدران لمخرجه يمنيه، فجاءني الفضول اعرف مخرجه. اولا المخرجه مش الفيلم، لا يوجد لدينا مخرجات وكمان مخرج، يعني هذا الشيء الذي يفخر به اليمنيين. ثاني شيء في بيروت يعني لم يعرض، إذن للفيلم له قيمة موضوعية. فبحث بحث بحث واتصلت بأصدقاء في بيروت ووجدت بصعوبة في اليوتيوب بس بجودة غير جيدة، لكن حاولت أن أتابع المضمون. تابعت المضمون وتابعته لأكثر من مرة، وتابعته أيضا بجودة عالية بتقنية HD في أكثر من مركز ثقافي. الفيلم هناك حدثان مهمان للفيلم. اولا الصدفه، انا شعرت ان الفيلم المخرجه جاءت لتصور برنامج موضوع اخر، ولكن حدث التاريخ اللي هو 11 من فبراير او الثوره الشبابيه جعلتها انها تنزل للميدان وتمهد لفيلم اخر في باله. من ثم جمعه الكرامه، يعني حدث ماده موجوده مناسبه. لا، كان في حدث بالاصح، حدث جمعة الكرامة اللي هو الحدث نفسه ساعد المخرجة على أن تعكس الواقع طموح الشباب والثور الشباب، مدى سلمية الشباب ومدى أهميتهم بالتغيير حين واجهوا الكثير من الرصاص والعنف بطريقة وحشية وغير استأهلها العالم كله. طبعا لا يخفى على الجميع واقع السينما في اليمن. وصول فيلم يمني الى الاوسكار، ماذا ما هي الاعباء التي يجب الان ان يعمل عليها اي يمني وخصوصا العاملين في عالم السينما؟ اعباء كبيره جدا الان، خلاص امان وصل فيلم لهذا المكان العالي. انا كلمت اصدقائي قلت له هذا يجب ان يذهب للاوسكار قبل ضجة الإعلام، قلت هذا الفيلم يجب أن يذهب للأوسكار. قال الأوسكار للدراما، قلت لا ليس صحيح، هناك جانب للوثائقيات. قال ما الذي جعلك تقول يذهب للأوسكار؟ أولا المادة المطروحة لمطلب حقوقي لإنسان يريد أن يغير من جغرافيته ومن سياسته ومن نمط اقتصاده ومن نمط ثقافته بما يتواكب مع المعاصرة والحداثة. شباب جيدين متمسكين بالمبدأ السلمي، بالمبدأ الثوري، بالمبدأ الفكري، بالمبدأ الثقافي. هذا الجانب. لو تابعت الفيلم يبدأ برؤية إخراجية هائلة ومتميزة، ويبدو أن المخرج لديه خبرة في العمل الوثائقي بدءا بالتتر بالمقدمة حتى الدخول إلى الفيلم. ثم عرضت إلى تفاصيل الحياة اليومية، العامل، المنظف، البائع،
كيف هؤلاء في سلاسة وفي هذا اللي هذا أكثر حاجة يمكن إحنا نسأل عليها، إنه لأنه بالذات الفيديوهات اللي معرضت على جمعة الكرامة كثير من الشباب شافوها فترة الحادثة نفسها. فالآن اللي شاف الفيديوهات هذه يقول إيش اللي خلى هذول الشباب، إيش اللي خلى الفيلم يوصل للأوسكار؟ هي نفس المادة يعني الحكاية مش بس مادة واقعية، وفي في إخراج، في تكنيك، في تكنيك إخراجي صحيح. هو الموضوع جمعة الكرامة، ومن العنوان ليس الكرامة قدران، وهذا عنوان خطير وقوي ويحمل أكثر من موضوع وأكثر من رمز وأكثر من معنى. ولكن المخرج يريد أن يعطي تفاصيل للعالم إنه هؤلاء اللي يصلوا والذين نزلوا للساحة من أجل هدف معين، انظروا إلى حياتهم اليومية كيف كانت، انظروا إلى تفاصيل حياتهم اليومية، ماذا يكتبون، ماذا يقرؤون، ماذا يعملون، ماذا يصنعون، ماذا يتأملون. إذن لماذا هذه الوحشية ولماذا هذا العنف؟ ثانيا، أنا شاهدت أفلام كثيرة وثائقية فيما يخص الساحة، وكلها دموية وكلها لغرض سياسي وكلها لغرض جنود إلى آخره، لكن هذا عرض الفيلم لتساؤلات، هو وضع تساؤلات، لماذا يحدث ذلك؟ طب أخذك أستاذ عبد الرحمن لنقطة أخرى. الآن هذا الفيلم وصل ومثل قفزة كبيرة جدا للسينما اليمنية، ما هي المسؤولية التي حملكم أنتم كمخرجين الآن لبناء خطوات جديدة؟ خلاص الآن قد في فيلم، الآن المفترض المسيرة خصوصا في عالم السينما اليمني يجب أن يعمل المخرجين. معك عوامل صعبة. لديك عوامل صعبة، أولا اقتصادية وثانيا بيئية. لإنتاج فيلم في اليمن هو لازم تلاقي شيء من الصعوبات، خاصة لليمنيين الذين هم عايشين في الجغرافيا اليمنية، يبدون المخرج عايش خارج الجغرافيا اليمنية. فلديه يمكن تسهيلات، لكن هذا لا يمنع أن الآخرون يقومون بنفس الفكرة بنفس لكن نتكلم هنا عن ونريد أن نتغلب على المشاكل. الإمكانيات الاقتصادية توجد لازم تفعل المؤسسة العامة للسينما والمسرح، لازم تفعل مراكز محلية، لازم تفعل مراكز مختصة في لها اهتمام بالجانب السينمائي وما شابه، وتفعل هذا هل احنا بحاجة الى حملات توعوية بالنسبة للمواطن، اهمية دور السينما، اهمية تفعيلها من جديد؟ الفيلم جمعة ليس الكرامة قدران لو بث في كل الاماكن ليس عن طريق جهات او مؤسسات، انا ساغضب من الفيلم اذا عرض من قبل اشتراكيين او اصلاحيين او سياسيين. يجب ان يعرض باي اماكن ليرى العالم ما هو الفيلم ولماذا نحن فيلم كيمنيين. نركز على الجانب الإنساني بعيد عن الجوانب السياسية. أنا أنصح المخرج ومن قائمين على العمل أن لا يجعلوا الأطراف السياسية طرف في هذا الموضوع، هم مستقلين وهم أنتجوا عملا بديعا رائعا، ويجب أن يعرض في كل مكان. حين يشاهد هذا الفيلم ستتغير نظرة اليمنيين إلى المادة الفيلمية، أن الفيلم بيتكلم عن وضعنا، بيتكلم عن ثقافتنا. هل تتوقع أنه بيفوز إن شاء الله؟ يا رب. إذا لم يفوز فيكفي أننا وصلنا إلى أننا وصلنا لهذه السمعة الطيبة، يكفي أكثر من ذلك، وسنكرمه إحنا، سنكرمه بمشاهدتنا، سنكرمه بالحفاظ عليه، سنكرمه بالإعلان عنه في كل مكان، سنكرمه بأن يكون قدوة ومثل لأي عمل سينمائي قادر. ما يحزن فعلا أن الشباب المتطوعين هم من يسعون في الفترة التي عشناها هذا الشهر أو الشهرين اللي مروا لعرض هذا الفيلم لكي يتعرف المواطن اليمني على مضمون فيلم ليس للكرامات الجدران بواسطة شباب متطوعين، أما الجهات الحكومية مغيبة، لا يوجد دار لسينما واحد في اليمن. هذا ما يحزن في الوقت الذي العالم وصل لفين وإحنا اليوم. أنا عندي تجربة مع الدولة بعد عودتي من مصر، وكلها أفلام وثائقية تخص ما يخص البيئة والمدن التاريخية وما شابه ذلك، وجدت صعوبات ومحاربة وتساؤلات وإلى آخر، لأنه السينما هي ملغية ومرفوضة من جانب سياسي ومن جانب ديني. النظام السابق حاول أن يهمش السينما والمسرح بكل الوسائل المتاحة له، وفعلا همش، وتظهر السينما والمسرح فيما يفيده هو بما ينفعه، وهذا ليس السينما ولا يدخل ضمن أولويات الفن. العمل السينمائي في كل مكان، في فيلم في أوروبا أو في أمريكا يغير من أنظمة ويغير من لوائح يبني شعوب، يبني مجتمعات، وهو ثقافة، هو ثقافة، هو ثقافة بصرية. السينما هي قبل التلفزيون، وكان يدرس في الجامعة، ويدرس عن طريق السينما لأفلام وثائقية وغيرها وغير وغيرها. أنا أتكلم أن سارة إسحاق المخرجة اليمنية، أنا أتشرف
بهذا نتشرف بها اليوم. وحين أكون وحين يسألنا أقول أنا مخرج سينمائي يمني من بلد المخرجة سارة إسحاق التي حصلت على جائزة أوسكار. سلام. حصلت على جائزة أوسكار. نعم. جميل جدا. أتمنى لكم دائما التوفيق كل المخرجين وكل العاملين في هذا الفن وهذا المجال، لأن هذا الفن هو من يبني المجتمعات وينمي الثقافة لدى المواطن العادي. سعيدين جدا باستضافتك أستاذ عبد الرحمن. وأنا شرفنا فيك ولنا لقاء إن شاء الله قادم. عقبال ما توصل أستاذ عبد الرحمن. إن شاء الله. يا رب. التوفيق. فقرتنا الثقافية اليوم فقرة مميزة جدا، نستضيف فيها طاقم الفيلم الوثائقي المرشح للأوسكار ليس للكرامة قدران. أهلين. شرفتونا، سعيدة جدا فيكم. نبدأ، تعرفوا أنفسكم للجمهور. سارة حبيب إسحاق مخرجة الفيلم. عبد الرحمن حسين مساعد المخرج. أمين الغابري مدير تصوير. كلمونا كيف لما تلاقيتم أول مرة؟ أول مرة تلاقينا فيها بعد حدث جمعة الكرامة بأسبوع تقريبا. أنا تعرفت على عبد الرحمن عن طريق بنت عمتي كانت بتدرس معهم في نفس الجامعة، فأنا كانت عندي الفكرة إن أنا أعمل فيلم عن الموضوع. قالت لي إنهم هم إن عبد الرحمن وأمين وأخو أمين زرياب كانوا بيشتغلوا على فيلم وانهم فازوا بجائزه، وانهم فقالت انهم هم كمان كانوا بيفكروا انهم يشتغلوا في نفس الموضوع يعني. فتواصلنا مع بعض والتقينا وبس بدأنا نشتغل مع بعض. كيف بداتم؟ زي ما فهمت الان من ساره ان كل واحد كان معه ماده موجوده، كان موجود اثناء الحادثه وكان معه ماده. كيف لما بداتم تجمعوا المواد، تشوفوا من المواد مواده اهم، كيف التنسيق هذا كان؟ لما كنا في جمعة الكرامة كنا بنصور، عبد الرحمن بيتصل لي يطمن علي انه كيف انت في امين، خلي انتبه لنفسك ومش عارف ايش. بعد ما انتهت جمعة الكرامة وريتها المواد اللي بنصور فيها، فكلمني انه ليش ما نعمل فيلم، وانه اعرف سارة مخرجة ليش ما نعمل فيلم مع بعض. فقلت لها هذا هو الهدف اللي انا كمان ناوي ان احنا نعمله. فكان كل واحد يعني يتساعد بجهده بحكم اختصاصه على اساس ان ينتج هذا الفيلم. طب كثير شباب بالذات من المصورين كانوا موجودين اي وقت احداث جمعة الكرامة، ايش اللي خلى المواد اللي معاكم متميزة اكثر من المواد اللي مع الشباب البقية؟ طبعا شفنا القصص اللي يعني القصص اللي ناوي نعملها في الفيلم، كان معنا يعني تواصل مع الأخ خالد راجح ونصر النمر. تواصلنا معهم، شفنا المواد اللي معهم، وبدأت القصة تتكون من هذه اللحظة. وأيضا كان يعني إحنا شفنا مادة من 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 ست كاميرات، يعني تقدر الحدث من ست زوايا يعني حول الساحة. فلما أخذنا المادة كلها يعني أخذنا هارد درايف كامل يعني للمادة، طبعا بدأنا نتوه شوي لأنه المشاهد نفسها كانت بتتكرر بس من زاوية مختلفة. فضلينا كمان إنه نحاول إن إحنا ندخل وجهة نظرهم كمان يعني كمصورين، إنه إيش ما كانت تجربتهم عشان نعكس الجانب الإنساني وكيف كانت تجربتهم من ناحية عاطفية كمان، وكيف اندفعوا في هذاك الوقت. ولأن المشاهد نفسها كانت فظيعة يعني، إنه ردة فعلهم الشجاع يعني ليش ما تراجعوا وليش وكيف وقفوا أمام الرصاص بالطريقة اللي وقفوا فيها. فإحنا كان الأهم من الأهم يعني إن إحنا نركز عليهم هم يعني وجهة نظرهم وتجربتهم. فلما قابلنا خالد ونصر شفنا إنهم يعني إنهم غطوا مساحة كبيرة من اللي حدث من ابتداء الصلاة يعني صلاة الجمعة لآخر يعني حتى بعد ما راحوا المستشفى الميداني يشوفوا الضحايا. فركزنا بعدين عليهم هم واخذنا المادة حقهم بدل ما نركز على المصورين كلهم اللي كانوا متواجدين. طبعا ما كانش عندنا الوقت والفيلم كان يعني اقوى لما قصرنا وخلينا مركز عليهم هم الاثنين يعني. هذا سؤالي الثاني، انه احنا كنا عارفين انه الفيلم نسخته كانت الاولى 40 دقيقة وبعدين تم تقصيره، ليش قصرتي؟ في
في الجامعة في بريطانيا كانوا يدرسونا إنه less is more، كل ما قل يعني الشيء ممكن يكون أقوى يعني. وفي هذا وهذا فعلاً في هذا الموقف كان صح، إن الفن كان طويل وركزنا يعني، عملنا لقاءات مع 6 أو 7 شخصيات يعني، وحاولنا ندخل حكايتهم كلهم في القصة، منهم ضحايا وأسر الضحايا والمصورين أيضاً اللي كانوا موجودين، وشهود عيان كانوا يعني كانوا واقفين كمان في المكان، وأطباء. الفيلم طول بعدها والتفاصيل ازدادت، فعرضت الفيلم على كم شخص خارج في بريطانيا في جامعتي في اسكتلندا، وعرضته على الجمهور تقريبا في حدود 30-40 شخص، وتفرجوا على الفيلم من اول مره يعني امام جمهور. فتعليقاتهم كانت ان الفيلم طويل، وان بالنسبه لهم يعني كجمهور مش فاهم القضيه اصلا، مش فاهم من هم فين اليمن اصلا اساسا يعني، وما كانوا مش عارفين ان كانت في ثوره في اليمن، وموضوع انه كم شخص قتل، كم يعني مش لازم التكرار يعني، مش لازم انهم يشوفوا 20 واحد بيموت، لو ممكن نوصل الفكره من خلال شخص واحد او شخصين. فحسيت انه كل ما قصرت الفيلم كل ما تحسن، كل ما الناس انفعلوا معه بطريقه ايجابيه اكثر يعني. فكمان حاولنا نوزع الفيلم، حاولت اقدم الفيلم كان مهرجان، طبعا المكان طويل، المكان في نسخه طويله كان يرفض الفيلم، فهذا كان اول دليل انه في غلط يعني، في شيء، في مشكله في الفيلم، في البنيه، في كل شيء يعني، في القصه، في سرد القصه، في المحتوى. بعدها بعد ما قصرت الفيلم خليتها 26 دقيقه، واستشرت بناس كثير وناس يعني اشتغلوا معي بجهد كمان هناك في بريطانيا يعني، قدمت الفيلم منتشر يعني، كانوا حتى هم يقدموا لنا هم بدعوات للمهرجانات، وبعدين بدا يفوز بجوائز، وبعدين يعني. ايش كان احساسك اول جائزه فزتم فيها؟ كان احساسك فيها شباب كان أذكر لما كنا نشتغل الفيلم البداية يعني، ونحن ما كانش عندنا فكرة حتى عن القصة، اجتمعنا بعد جمعة الكرامة وبدينا التصوير يعني. كان حتى يعني لما واحد يشتغل فيلم وثائقي تم يجلسوا مع بعض نشوف القصة كيف ممكن، يعني راح أخذنا الكاميرا ورحنا نصور، وخلال التصوير اكتشفنا أنه قلنا ممكن تكون فكرة جيدة إنه نشوف المصورين ونعرض يعني نعرض القصة من خلال عدسات المصورين. ومن هنا تعرفنا على أبو أنور وسليم، والقصة تكونت هناك يعني. بس حتى أذكر يعني حتى ونحن نمنتج الفيلم، لما كنا نمنتج هنا بدينا نمنتج في كوفي كورنر، كهرباء ما فيش كهرباء، فكنا أنا وسارة كل يوم هناك، كان لسه مش عارفين كيف القصة بتكون يعني. يعني الفيلم تعرض لمراحل كثيرة حتى إنه وصل لهذه الدرجة. بس أذكر خلال كنا نمنتج نقول أوه يعني المهرجانات هذه اللي فاز فيها، نقول السنة الثانية بندخل فيها الجزيرة والمهرجانات هذه كامل وبنفوز فيها كذا، بس كنت أمزح. وحتى إن أنا قلت إنه بنفوز في الأوسكار، بنروح الأوسكار يعني، كانت مزحة، كانت يعني تقريبا مزحة. وكنا في الساحة أنا وأمين وسارة ومعنا الترايبودز والهذا وماشيين ندور على زوايا نصور فيها، فكنت أقول لهم شباب نحن رايحين الأوسكار يعني، تخيلوا يعني نحن الثلاثة ما نروح الأوسكار. تحفيز لأنه كنا وصلنا يعني المستوى من الإحباط يعني، في أثناء ما كنا بنصور يعني كنا ما كانش فيه أصلا يعني، كنا حاسين بنوع من الضغط أيضا يعني، إنه كان ما كانش عندنا الحرية نحن نمشي في الشوارع، ونحن الضغط النفسي والضغط ايضا يعني من ناحيه الخطر يعني، الناس وعدم وجود تشجيع صح، ما حد وقف معه، ما حد كان فاهم اصلا يعني، حتى الناس المقربين يعني اللي ما كانوش فاهمين القضيه وما كانوش شايفين اللي احنا شفناه، وما كلموش الناس اللي احنا كلمناهم، ما كانش عارفين بالتفاصيل القضيه يعني، كيف حصل الضرب عليهم، كيف حصل الاعتداء عليهم يعني في الساحه، والناس كانوا ما كانش عندهم الوعي الكافي وقتها يعني، كانوا يخافوا على ان احنا ننزل الساحه ايضا يعني، ما كانش في تشجيع. وكمان
وكمان كان ما فيش دعم لنا يعني كل ما فيش اي دعم. سارة كانت أجت اليمن تصور فيلم ثاني كان فيلم عن الثورة كان مجرد بالنسبة لها كانت شيء تعمل هذا الفيلم. فلما اجتمعنا كان مش يعني أولوية بالنسبة لها فاضطرت إنه تجلس هنا ويعني ما كانت حتى مخططة إنها تجلس كل هذه الفترة. فكانت أيام صعبة جدا يعني أذكر إنه ما كانش في أي دعم يعني ما فيش كهرباء حتى نشتغل فيها نروح في كوفي كورنر معنا لابتوب نعمل فيه الإديتينج. أمين كانت رجله مصابة راح يتعالج فكانت أيام. ولو برجع شوية لداخل تفاصيل الفيلم المشاهد الأولى في الفيلم اللي هي والناس تصلي هذه كانت يوم جمعة الكرامة أو صورتوها أيام ثانية؟ في لا مش يوم جمعة الكرامة كان في بعضهم من قبل في بعضهم من لأنه كان في كل ما نروح الساحة بنوثق النشاطات حق المظاهرين والحياة بشكل عام في الساحة كان في بعضها يعني من قبل في بعضها من بعد جمعة الكرامة. طيب سارة كلمين شوية على التكنيكس اللي عملتيها في الإديتينج في الإخراج حق هذا الفيلم إيش اللي خلاه متميز لدرجة إنه أثر الحكام في كل المهرجانات اللي شارك فيها؟ أعتقد إنه استخدامنا للمادة المصورين نحن عادة لما نشوف الأخبار ونشوف الأحداث هذه على التلفزيون بنفصل منها بنفصل عنها نفسياً وكل شيء يعني لأنه لما الشيء بيكون قاسي علينا صعب نحن نتفرج عليه ونتعاطف معه فإحنا غالباً لما نشوف الصور هذا في الأخبار نشوفها بدون ما نتعاطف معها نهائياً يعني. فإحنا لما تعرفنا على المصورين خالد ونصر سمعنا كلامهم وبعدها شفنا المادة اللي صوروها وثباتهم وكيف يعني واصلوا لمدة يعني طول ما كان الرصاص بيسقط عليهم هم واقفين بيصوروا ما تراجعوش خالص تفاجأنا يعني إنهم هذا وشباب صغار يعني في السن يعني كان نصر عمره 16 سنة وقتها وخالد كان عمره 22-23 سنة فشباب صغار وش يعني شجعان معش حسيت ان انا لازم احكي يعني لازم نحكي قصتهم يعني لازم نحاول نوصل فكرتهم انه هذا الناس مش ما كانوا حتى ناس كبار في السن قد لهم 20 سنه بيشتغلوا في يعني في التصوير يعني وفي في مناطق فيها حروب وفيها كانوا شباب صغار ويعني كانت حاجه لازم نركز عليها يعني. حاجة ثانية إن هو قصص الأسر أيضاً يعني لو ركزنا بس على الضرب والعنف وال كان الفيلم حيكون قاسي جداً وأعتقد الناس ما كانوا يقدروا يتحملوا مشاهدة الفيلم أكثر من 5 دقائق يعني الواحد بيتعب نفسياً أصلاً ما يتفرج هذا الأشياء فكان يعني قرار واضح يعني من أول ما ابتدينا الفيلم إن هو لازم نعكس الصورة الإيجابية أيضاً عن الساحة عن الناس كانوا دائما يقولون طب هم مخربين اللي بيروح الساحه بيعتدوا بيقتلوا الرجال بيعتدوا على النسوان بيروحوا هناك ما مش عند فانا كنت هذا الكلام طبعا كان يستفزني فلما رحنا كنا دائما نحاول نركز على الاشياء اللقطات اللي تعكس انسانيه الموقف يعني والجو وفعلا الجو الذي كان الناس يصيروا يستمتعوا هناك يعني كان الواحد يروح يقضي يعني الإجازة هناك بالأطفال كانوا يروحوا والنسوان والعوائل كانوا يصيروا كلهم مع بعض فركزنا على هذا اللقطات نحاول نلتقط الأشياء اللي تحسس الواحد إنه ممكن إنه هناك أيضا يعني إنه ومدى سمية العصامات. طيب شباب إيش اللي تتمنوه من خلونا نقول من الحكومة من البيئة الثقافية الموجودة في اليمن إيش اللي تتمنوه بصفتكم عملتم فيلم وصل للأوسكار وبدون أي دعم بدون أي مساعدات إيش اللي تتمنوه للشباب الثانيين اللي ناويين يعملوا نفس هذه الخطوة؟ أنا من ناحيتي صراحة زي ما أنت شايفة اليمن اللي ما فيهاش ولا دار سينما واحد اليوم مرشح للأوسكار يعني شيء غريب يعني احنا سبق وعملنا مثلا انا وعبد الرحمن وزرياب فيلم
وفاز بالمركز الأول في مسابقة زوم الأفلام القصيرة. بس في الأخير فين نعرضه؟ ما فيش مكان نعرضه. يعني الشباب ممكن تيجي أفلام ممكن هذا، بس في الأخير نهايتها إيش؟ ينزل اليوتيوب وخلاص وذات ست. ما يعني فيش لازم إنشاء دور سينما. في بلد في دولة ما فيهاش دور سينما، هذا مش 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 معقول. يعني حتى الآن بنواجه مشكلة إنه نشي نعرض الفيلم بس فين نعرضه؟ بندور مقاهي، انت مقاهي عامة وأماكن عامة على أساس إن إحنا نعرضها. يعني هذا شيء مخجل إنه بلدنا وما فيش دار سينما واحد. يعني حتى إنه مثلاً في معي من الأصدقاء في الفيسبوك تخلي على مستوى إنه مثلاً من الجزائر بيقول لي أنت دايركتور فوتوغرافي، أنا يعني مدير تصوير، أنا نفسي أكون مدير تصوير. بس عندنا في الجزائر ما فيش مكان الذي يدرسوا هذا المكان. أنا ضحكت قلت يعني جاي تتكلم فيها، احنا في اليمن ما عندناش اي حاجه، ما عندناش دار سينما اصلا علشان نتكلم على التفاصيل الثانيه هذه. في كله جهد ذاتي وان شاء الله في المستقبل ان احنا نحصل اماكن ان احنا نقدر نعرض فيها المواد اللي احنا بنطلعها والافلام اللي احنا ناويين. الحين صار معها فيلم جديد الان، احنا الان مخططين لافلام جديده، بس نشي المكان اللي نقدر نعرض فيها عرض محترم ان شاء الله. وايضا يعني نحاول نذكر المواهب اللي موجوده، يعني في ناس في مواهب كثيره في اليمن بس ما عندهمش الامكانيات، ما عندهمش المسانده، وما عندهمش القدره حتى انهم يتواصلوا، ما يعرفوش فين يتواصلوا مع ناس. فلو في مركز نقدر نحاول نشجع الناس انهم يشاركوا في هذا الاشياء. تصير يعني اذا انتظرنا الحكومه تسوي لنا شيء بعتقد بننتظر للابد. يعني هذه وجهه نظري دائما الشباب لازم احنا اللي نبدا. فهذا دليل انه الشباب ممكن يوصلوا. يعني احنا ما كانش عندنا دعم، ما كانش عندنا شيء، كان عندنا كاميرات ولابتوب وشغف انه نشتغل. ما حد عارف يعني انتم الان وصلتونا للاوسكار، وما حد عارف يمكن انتم اللي توصلونا انه تكون في اليمن دور سينما وفي ناس جهات تدعم هذا الابداع. فهذا دليل انه كل يعني ممكن الانسان يوصل. يعني بس نحن يمكن زي ما قلت دائما انه نحن نعمل لنفسنا احنا حواجز، بس ما فيش حواجز الان، العالم صار صغير جدا يعني، واي واحد ممكن يصل. واتمنى انه تكون هذه بدايه، يعني اتمنى انه الشباب هذه بتكون بدايه. احنا جدا سعيدين فيكم، فخورين فيكم، ونتمنى انكم تفوزوا، سواء فزتم او ما فزتمش انتم حققتم لليمن شيء كبير، وبرنامجنا اليوم افتخر جدا فيكم. شكرا شكرا. أعزائي المشاهدين، نختتم فقرتنا مع الطاقم المتميز لفيلم ليس للكرامة قدران، وإلى الفقرة الثانية. نعود إليكم مشاهدينا في فقرة التواصل. طبعا حلقة نارية اليوم بشكل كبير. مواقع التواصل الاجتماعي صورة الغلاف أو الإعلان للفيلم كانت مطروحة في صفحات البرنامج على الفيسبوك. تلقينا بعض التعليقات، البعض يهنئ، مشاعر سعادة فرح لكل اليمنيين. طه وهاس قال بالتوفيق ونتمنى لهم النجاح والعودة بالجائزة يا رب. هذا نتمنى جميعا يا طه، مش أنت فقط. نونا العليمي قالت بالتوفيق، نتمنى الارتقاء للشباب اليمني المبدع بجوائز كبيرة زي الأوسكار. جميل. أيضا محمد نعمان من ضمن المعلقين على الصورة المطروحة على الفيسبوك قال الله يوفقكم، هذه نطفة من بحر في اليمن، إبداع لا يعد ولا يحصى. ومعنا سامية الوجيه، الله يوفقكم، الشباب اليمني بدأ يثبت أنه يطلع منه شيء، وأنه مش بس حق الصدقات وهدراع الفاضي. هدراع الفاضي، لا مش هدراع إن شاء الله. وفي نجاحات كده تشرف ترفع رأس اليمني فوق. مقتطف هو الإعلان، الإعلان الترويجي للفيلم، البرومو الخاص بالفيلم ليس للكرامة جدران، نتابعه في هذه اللحظات. الأنور ما راح شيء، ما راح شيء هدر، أنور راح وزملاء فجروا ثورة. عاد مش أقدر أتفرج على ابني وهو في هذه الحالة، أديله من لحمي هذا، لكن ما شيء ما بش. الإيمان الأكبر بالقضية والمبدأ والهدف والثبات على الموقف جاء من بعد ذلك اليوم، استحالة الرجوع عن ما بدأنا جاء من بعد ذلك اليوم. إذن كما تابعتم مشاهدينا الكرام، مقتطفات رائعة جدا وشيء
سعداء، كلنا سعداء بهذه المناسبة الرائعة والتي نفخر بها كيمني. فخورين جدا، نتمنى لهم التوفيق، وأكيد كلنا هذه السنة بنتجمع وبنتابع الحفلة الأوسكار. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، على كرم وطيب المتابعة. شكرا لكم، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. في أمان، في أمان الله. 4 3 2 بسم الله. أعزائي المشاهدين، نختتم فقرتنا الأكثر من رائعة مع الطاقم المتميز لفيلم ليس للكرامة جدران، وننتقل للفقرة الأخيرة من حلقتنا اليوم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، على كرم وطيب المتابعة. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.